مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الدائرين آمين. بسلام الرب نطلب كيريا لايسو من أجل السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب كيريا لايسو من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب وأبينا ورئيس أساقفتنا خريستوفروس والكهنة المكرمين والخدام في المسيح جميع الكليرس والشعب إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل ملوكنا المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب كيريا لايسون من أجل هذا الدير المقدس وجميع الأديرة والكنائس وهذه المدينة وسائر المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب كيريا لايسو من أجل السائرين في البحر والمسافرين في البر والجو المرضى والمضنيين والمغتربين والمهاجرين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب كيريا لايسو اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته يا رب الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة
سيدتنا والدة الإله والدة الإله خلصينا مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الدائرين آمين. بارك يا نفس الرب ويا جميع ما في باطني اسمه القدوس بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. بارك يا نفس الرب ولا تنسي جميع إحساناتي بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. الرب هيا عرق السماء عرشه وملكته تسود على الجميع بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. بارك الرب يا جميع أعماله في كل موضع من مواضع سيادته بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. أيضاً وأيضاً بسلام إلى الرب نطلب كير يا لايسو أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة فائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي ورتلوا لإلهي ما دمت موجودا خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هللويا. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هللويا. الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هللويا. يملك الرب إلى الأبد إله قياسه يهون إلى جيل فجيل. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هللويا. المجد
آمين. يا كلمة الله لابن الوحيد الذي لم يزل غير مائد، لقد قابلت أن تتجسد من أجلي خلاصينا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم، وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا، وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الله والروح القدس خلصنا. أيضا بسلام إلى الرب نطلب. اعوذ وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة فائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكلنا حياتنا المسيح الإله لك يا رب، لأنك إله صالح ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدائرين. آمين. حضرت من العلو الأيام لكي تعتقنا من العالم، فيا حياتنا وقيامتنا يا رب المجد. كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. حكمة فلنستقل ننجد ونركع للمسيح مالكنا وإلهنا، نلت من العلوية متحنن وقابلت الدفن ذا الثلاثة الأيام لكي تعتقنا من العالم، فيا حياتنا وقيامتنا يا رب المجد. أيها الرسول المتكلم باللاهوت حبيب المسيحيين،
الإله أسرع وأنقذ شعبا لا حجة له، لأن الذي تنازل أن تتكئ على صدره يقبل توسلاتك، فإليه ابتهل أن يبدد سحابة الأمم المعاندة، طالبا لنا السلام والرحمة العظمى. يا شفيعة المسيحيين غير الخازية، الواسطة لدى الخالق غير المدودة، لا تعرضي عن أصوات طلباتنا نحن الخطأ، بل تداركينا بالمعونة بما أنك صالحة، نحن الصارخين نحوك بإيمان، بادري إلى الشفاعة وأسرعي في الطلبة يا والدة الإله المتشفعة دائما بمكرميك. Oh.
وثانتس القديس يوحنا الرسول الأولى الجامعة حكمة فلنصغي الله لم يعاينه أحد قط إن أحببنا بعضنا بعضا يثبت الله فينا وتكون محبته كاملة فينا وبهذا نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا بأنه أتانا من روحه ونحن قد علمنا ونشهد أن الآب قد أرسل الابن مخلصا للعالم فكل من اعترف بأن يسوع هو ابن الله فإن الله يثبت فيه وهو في الله ونحن قد عرفنا وآمنا بالمحبة التي عند الله لنا الله محبة فمن ثبت في المحبة فقد ثبت في الله والله فيه بهذا كملت المحبة فينا حتى تكون لنا ثقة يوم الدين بأن نكون كما كان هو في هذا العالم لا مخافة في المحبة
بل المحبة الكاملة تنفي المخافة إلى خارج، لأن المخافة لها عذاب، فالخائف غير كامل في المحبة. نحن نحب الله، لأنه قد أحبنا هو أولا، يتكلم القديس يوحنا برسالته
عن الله محبة. الله لا يكره، الله لا ينتقم، الله لا يعاقب، والله لا يميت. الله محبة، والمحبة لا تتحول. اللي بيحب ما بيقدر يكره اللي كان يحبه، لأنه المحبة الصادقة حتى لو الآخر كرهه بتضل المحبة هي محبة في القلب، إلا إذا كانت محبة مزيفة تتغير بتغير الظروف والمصالح. أما إذا كانت المحبة نقية طاهرة بلا مصلحة هي أبدية وأزلية، هاي الموجودة في الله، لأن الله هو المحبة. المحبة أعطت من اللا وجود وجود للإنسان، أعطت الإنسان أن يكون على الحياة، وأعطته أنه يفتدى بدم إلهه حتى يحيا الإنسان أبدياً في المحبة، ويكون تصل هاي المحبة إله حتى يستطيع أن يعكس هاي المحبة لأخوه الإنسان. إذا تديننا بيكون صحيح وحقيقي، وصلواتنا ومطالعاتنا الروحية وتصدقاتنا وصيامنا كله المنصومة إذا ما انعكس على محبة أخونا الإنسان فباطلاً كل منعمله، لأنه إذا ما وصلت المحبتي لأخوي اللي أنا بشوفه، كيف بدي أنا بكون بحب يسوع اللي ما بشوفه؟ وهذا بيتكلم القديس يوحنا برسالته: كل من يقول إني أحب الله ويكره أخوه الإنسان فهو كاذب. المحبة لا تتقسم، والمحبة لا تكون فقط لله وتكره أيقونة الله أو صورة الإنسان وصورة الله أي الإنسان. المحبة هي اللي بتخلي داخل الإنسان يشهد له إنه يحب الله، وبدون هاي الشهادة الحقيقية إنه الإنسان بحب أخوه الإنسان، برضو باطل كل جهاد الإنسان الروحي. هذا الإنعكاس اللي بيولد له وبيحكي لنا عنه القديس بولس في رسالته لأهل كورنثوس. شو هي المحبة اللي بطلبها ربنا منا؟ مثل ما هو قدم لنا هاي المحبة الباذلة المعطاءة الفادية والمضحية من أجل الإنسان، أعطانا نشيد المحبة. كيف نوصل هاي المحبة لأخونا الإنسان؟ المحبة تتأنى وترفق. كيف هذا الإنسان اللي بيصلي وبصوم، كيف بده يصير عنده قلب حساس إنه يكون لطيف مع الآخرين؟ كيف يكون محاله قاسي ضد خطيته قاسي، ولكن بتعامله مع أخوه الإنسان عنده لطف، ما عنده قساوة بالحكي، ما عنده يجرح بكلامه الآخرين بدون ما ينتبه، أو ما عنده نظرات جارحة للآخرين؟ هو عنده لطف، عنده تأني على الآخرين، عنده صبر على الآخرين، عنده احتمال للآخر، تتأنى وترفق. المحبة لا تحسد، لا تطلب ما لنفسها، تصبر على كل شيء،
وتصدق كل شيء وترجو كل شيء. المحبة لا تسقط أبداً. محبة المسيح للإنسان ما سقطت حتى بعد ما جدف عليه الإنسان وترك الله وأصبح الإنسان عدو لله. هاي نموذج المحبة اللي علينا نحب بعضنا بعض، لأنه باطل بتكون عبادتنا إذا ما وصلت هاي المحبة لأخوي الإنسان، إذا ما قدر الزوج يوصلها لزوجته، إذا ما قدرت الزوجة توصل محبتها للأولاد، إذا الطالب إذا الصديق ما وصل ما قدر يوصل محبته لصديقه. هون منتكون الإنسان ما بحب حقيقة، لأنه المحبة هي تضحية من أجل الآخر. المسيح ساخ مثل الشمعة، مثل أن ينور طريقنا، وعلى كل من يحب إنه يكون يضحي في فكره، في معتقداته اللي غير قابلة إنها تتنازل، حتى يستطيع إنه يحب. كل واحد فينا بده يغير الآخر. الإشي الوحيد اللي بيغير الآخر إنك تحبه. إذا حبيته من قلبك، نعمة ربنا رح توصل له محبتك ورح تغير الآخر. ولكن إذا فكرت إنك بدك تغير الآخر بأساليبك أنت وبمعرفتك، اعرف إنك أنت اللي بحاجة للتغيير، ولما تتغير أنت نعمة ربنا رح تغير الآخر. قديس يوحنا بتكلمنا اليوم عن المحبة، وهي المحبة هي اللي رح يدان عليها الإنسان في يوم الدينونة. ولا إشي رح يدان الإنسان غير على المحبة، طبعاً أكيد بعد إيمانه. المسيح حكى له المجد: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رث الملك المعد لكم، لأني كنت جوعاناً فأطعمتموني، عطشاناً فسقيتموني. أعطانا هذا المحبة، عمل المحبة اللي منها الرحمة على أخونا الإنسان. عشان هيك الدينونة رح تقام مش إيش أخطأت، ولكن كيف وصلت محبتك لأخوك الإنسان. وصلتها ولا ما وصلتها؟ إذا ما وصلتها بكبريائك، بأنانيتك، شو استفدت من صلواتك؟ شو استفدت من المناولة؟ إذا أنت عندك حقد، إذا أنت بتحقد على أخوك الإنسان، كيف بتتجرأ تتناول جسد المسيح الحياة والمحبة؟ كيف بدها تتعامل المحبة مع البغض الموجود في قلبك؟ كيف بده يتعامل الله المحبة وينزل لقلبك وإنت أناني ما بتحبش أخوك الإنسان؟ شو بده يعمل فيك المسيح؟ للأسف أمرات كتير بدل ما يطهرنا بحرقنا بزيادة، لأنه غير مستحقين أنه نتناول جسد ودم المسيح، أي المحبة، لأنه قلبنا قاسي القلب على أخونا الإنسان. هيك محبة بدهوش إياها ربنا، بده محبة فيها تواضع، محبة فيها أن تصل لأخوك الإنسان، وإلا منكون إحنا لا شيء. مثل ما بحكي برضو نشيد المحبة: إن كنت أتكلم بألسنة الملائكة والبشر وليست في المحبة فأنا صنج يرن، وإن أسلمت جسدي حتى احترق، وكنت أعرف كل الإيمان ولم يكن في المحبة فلا أنتفع شيئا ولا إشي. لو صليت 24 ساعة باليوم وما كان عندي محبة ما بنفع إشي. هيك بحكي لنا القديس بولس: والمسيح له المجد، من يحب فقد عرف الله، لأن الله محبة، وأما من يبغض أخاه
فهو لم يعرف المسيح. شوفوا كلمات قاسية بتكلمها القديس، ولكن حتى يواجهنا محنا، حتى نشوف كل واحد حقيقة إيمانه وحياته الروحية من خلال المحبة. عشان هيك المحبة لا تموت، المحبة لا تسقط أبدا. شو ما إجاني من أخوي الإنسان، هاي المحبة، وإلا بتكون بدي أتحمله، وإلا بتكون محبتي مثل العشارين، مثل ما حكى عنهم: إن أحب أحبابتم الذين يحبونكم فأي منة لكم، فالعشارون والخطأ يحبون الذين يحبونهم. ولكن أعطانا المسيح المحبة كأسلوب حياة، كأسلوب تضحية، كأسلوب انعكاس تدينك الحقيقي مع الله ومحبتك إله من خلال محبتك لأيقونته الماشية معك والعايشة معك، أقربائك وأصدقائك والإنسان كاملة. هاي المحبة اللي بده إياها ربنا أن نحب بعضنا بعض، وهي اللي بتقدس الإنسان، وهي اللي بتوصله إلى الله، أن يرى الله وأن يصبح الله ساكن في الإنسان. لأنه من يتشبه بالله يأتي الله ويسكن عنده. من يحب الآب أنا أحبه ونأتي ونصنع عنده منزلا، يصبح قلب الإنسان منزلا للثالوث الأقدس. هي المحبة، وهذا هو التضحية اللي بده يعملها الإنسان حتى يصل إلى القداسة والنقاوة والكمال. هذا نطلبه من ربنا حتى يعطينا إن نبلش نحب لا عن مصلحة، ولكن محبة إنه نعكسها محبتنا لله لأخونا الإنسان، حتى يوصل كل واحد فينا إلى القداسة والكمال. أم حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. يا الله يا me.
على المذبح المقدس للراقبين والذين على فكر كل واحد منكم ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الدهرين آمين. تحت آمين.
حتى نعترف باتفاق مقر بآب وابن وروح قدس. وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب، الذي هو مع الآب والابن مسجود له مجد ناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية. وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدار الآتي. آمين. لنقف حسناً، لنقف بخوف لنصغي إلى تقديم القربان المقدس بسلام. رحمة سلام ذبي حتى تسبي. رحمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس ومع جميعكم ومع ونسجد لك في كل مكان سيادتك، لأنك أنت الإله الذي لا يوصف ولا تحده العقول ولا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو بلا تغير، أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، وقد أبرزتنا من العدم إلى الوجود، ولما سقطنا عدت فأقمتنا، ولم تنفك تعمل كل شيء، حتى أصعدتنا للسماء ووهبتنا ملكوتك المستقبل، فمن أجل كل ذلك نشكرك، أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، على كل ما وصل إلينا من الإحسانات، مما نعلمه ومما نجهله، ظاهراً كان أم خفياً، ونشكرك أيضاً على هذه الخدمة التي ارتضيت أن تتقبلها من أيدينا، مع أن ألوفاً من رؤساء الملائكة ربوات من الملائكة ماثلون لديك، الشرابيم والسرافيم ذوي الستة الأجنحة والكثيري الأعين، يحلقون بأجنحتهم في العلا متطايرين. وبتسبيح الظفار مرنمين هاتفين
وصارخين وقائلين قدوس 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 رب صباوت ما الآن تولي السماء والأرض من مجد أوصانا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب أوصانا في الأعالي. نحن أيضا مع هذه القوات المغبوطة أيها السيد المحب البشر ونقول قدوسا أنت وكلي القداسة أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس قدوسا أنت وكلي القداسة ومجدك عظيم الجلال يا من أحب عالمه بهذا المقدار حتى إنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل يحصل على الحياة الأبدية يا من أتى وأتم كل التدبير الذي من أجلنا ثم في الليلة التي أسلم بل بالأحرى أسلم نفسه فيها من أجل حياة العالم أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين البريتين من العيب وشكل وبارك وقدس وكسر وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا اشربوا من هذا كلكم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يهرب عنكم وعن والجلوس من عن اليمين والمجيء الثاني المجيء التي لك مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهتي كل شيء إياك نسبح إياك نبارك إياك نشكر يا ربنا ومنك نطلب يا إلهنا يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني إن نقدم لك أيضا هذه العبادة الناطقة غير الدموية ونرغب إليك ونطلب ونتضرع فارسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة واجعل أما هذا الخبز فجسد مسيحك الكريم أمين وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك الكريم أمين وحولا إياهما بروحك القدوس أمين 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 حتى إياك نصاب إياك نشكر يا
سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم بواجب الاستهال حقا نغبط والدة Thank you.
يشتر بدالته على أن ندعو كابا غير مدينين أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين السلام لجميعكم ولروحك يا من بقدرتي التي لا تحد خلق كل البرايا وبكثرة رحمتي أبرز كل الأشياء من العدم إلى الوجود أنت أيها السيد اطلع من السماء وانظر الذين أحن لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم بل ودم بل لك أيها الإله الرهيب فأنت إذن أيها السيد مهد كما استقبلنا حدوث جميع الأمور حتى يكون لخير لنا على حاجة كل واحد منا سر مع السائرين في البحر ورافق المسافرين في البر والجو واشف المرضى يا طبيب نفوسنا واجسد بنعمك ورافات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي انت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح والمحيي الان وكل اوان والى دار الداهرين امين المقدس من عرش مجد ملكك وهلم لتقدسنا أيها الجالس مع الآف العلا والحاضر معنا ها هنا غير منظور وهن لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولتي بين كل شعبك يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني أرفعك يا ملكي وإلهي فلنظيم القدسات للقديسين ونوصا واحدا رب نقي وعادم الفناء يا من لأجل حنوة محبتك للبشر التي لا توصف أخذت جبلتنا بكمالها من دماء البتول النقية التي ولدتك ولادة تفوق الطبيعة بحلول الروح الإلهي ومسرة الآب الأزلي يا من بحسب البشرة التي أخذتها ارتضيت الآلام المحية الخلاصية الصليب والمسامير والحرب والموت أمت أهواء جسد المفسد للنفس يا من بدفنك سبيت مملكة الجحيم ادفن بالأفكار الصالحة مشهورات الرديئة
وشتت عني أرواح الخباثة. يا من بقيامتك المحيا ذات الثلاثة الأيام أقمت الجد الأول الذي سقط، أقمني أنا الزالق بالخطيئة واضعا لي وجوه التوبة. يا من بصعودك المجيد ألهت البشرة التي أخذتها وشرفتها بالجلوس من عن يمين الآب، أهلني بتناول أسرارك المقدسة لنوال حظ المخلصين الأيمن. يا من بحضور الروح المعزي صنعت تلاميذك الأطهار آنية كريمة، أوضحني إناء لوروده. يا من أنت مزمع أن تأتي أيضا لتدين المسكونة بالإنصاف، ارتضي يا صانعي وجابلي بأني وأنا أيضا أستقبلك في السحب مع كل قديسيك، لكي بغير فتور أمجدك وأسبحك مع أبيك الذي لا ابتداء له وروحك الكلي قدسه الصالح والمحي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها المسيح تغاضى واترك واصفح لي عن ذنوبي كلها التي أخطيت إليك، إن كان بالقول أو بالفعل أو بالفكر طوعيا أو كراهيا، بمعرفتي أو بغير معرفة، فعفو واغفر واصفح لي عنها كلها بأنك الصالح والمحب البشر بالشفاعات والكلكلة الطهارة وخذ دمك العقليين والقوات المقدسة وجميع القديسين الذين أرضوك مدى الدهر، ارتضن أقبل جسدك المقدس الطاهر ودمك الكريم بغير دنية لشفاء النفس والجسد والمحو أفكار الشريرة، لأن لك الملك والقوة والمجد مع أبيك روحك القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. لقد وقفت أمام أبواب هيكلك ومن الأفكار الرديئة لم أنفصل، لكن أنت أيها المسيح الإله يا من برر العشارة ورحم الكنعانية وفتح لللص أبواب الفردوس، افتح لي حنوة محبتك للبشر واقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كمثل الزانية والنازفة الدم، لأن أما هذه فبلمسها هد بي ثوبك نالت الشفاء بأيسر مرام، وأما تلك فبإمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها، وأما أنا الذي يرثى لي فبتجاسري على أن أقبل جسدك بجملته لا أحترق، بل اقبلني مثل هاتين وأنر حواس نفسي وألهب جراثيم خطيئتي بشفاعات التي ولدتك بغير زرع والقوات السماوية، لأنك مبارك إلى أبد الدهور. آمين. إن يؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت في الحقيقة المسيح ابن الله الحي وأنك أتيت إلى العالم لتخلص الخطأ الذين أنا أولهم، وأؤمن أيضا أن هذا هو جسدك الطاهر نفسه وهذا هو دمك الكريم بعينه، فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلاتي الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل، التي عن معرفة والتي عن جهل، وأهلني أن أشترك في أسرارك الطاهرة بلا دينونة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية. آمين. ها أنا ذا أصعى ماضيا إلى الشركة الإلهية، فلا تحقني بالمساهمة يا جابلي، فإنك نار تحقر غير المستحقين، بل طهرني من كل وصمة. اقبلني اليوم شريكا في عشائك السري يا ابن الله، لأني لست أبوح بسرك ولأعدائك، ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن غلص أعترف لك هاتفا، اذكرني يا رب، اذكرني يا سيد، اذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك. ارتعد أيها الإنسان عن نظرك الدم المؤهل مؤهله، لأنه جمر يحرق غير مستحقين. إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني، يؤله الروح ويغذي العقل على مناول غريب. لقد أشرفتني بشوكك أيها المسيح وحولتني بأشكال اللهي، فحق خطاياي بالنار غير هيولية، وهلمت لتنعمل بك لكي متال عظم حضريك أيها الصالح. في بهاء قديسيك كيف أدخل أنا غير المستحق، فإني إن تجرأت على الدخول معهم إلى الخدر يبكتني لباسي، لأنه ليس هو لباس العرس، وأطردوا من الملائكة مغلولا، فطهر يا رب دنس نفسي وخلصني بما أنك محب للبشر. أيها السيد المحب البشر الرب يسوع المسيح إلهي، لا تصل لي هذا القرابين ديونة بس بعد ما استحقاقي، فلتطير نفس الجسد
ولتقديسهما ولعربان الحياة الآتية وملكوت المستقبل. أما أنا فصاح للاتصاق بالله ونرجى جاء خلاصي على الرب. إلى الرب نصلي. يا رب ارحم. أيها الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الراعي والحمل الرافي خطية العالم، يا من وهب المدينين دينهما ومن حل غاطية غفران خطاياهم، أنت أيها السيد اسفح واترك واغفر الخطايا والأثام والذنوب التي صدرت من عبيدك هؤلاء التائبين عن خطاياهم والمعترفين والصائمين، إما عن إرادة غير إرادة منهم، وأما عن معرفة وعن جهل منهم، أو عن تعد وعصيان لوصاياك، وإن كانوا قد ضلوا بغواية الشيطان وكناس اللابسين أجسادا وسالكين في العالم قد خطئوا إما بالقول أو بالفعل، وأما عن معرفة وعن جهل، وإن كانوا قد توطأوا كلام كاهن أو سقطوا تحت لعنة كاهن أو لعنة سببوهم لأنفسهم أو وقعوا تحت قسم، فأنت أيها السيد الصالح المنزع عن الحقد ارتضي بأن تحل عبيدك هؤلاء التائبين عن خطاياهم واغفر لهم واعفي عن لعناتهم وأقسامهم بحسب عظيم رحمتك. نعم أيها السيد الرب المحب البشر استجب لنا نحن متضرعين إلى صلاحك نجل عبيدك هؤلاء، واغضي بكثرة رحمتك عن كل زلاتهم وانقذهم من العذاب المؤبد، فإنك أنت أيها السيد قد قلت كل ما ربطتم على الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما حللتم على الأرض يكون محلولا في السماء، فإنك أنت وحدك معصوم من الخطايا وإياك من الخطية وإياك المجد أيها الآب مع ابنك الذي لا إله بروحك القدوس المحيم لا وكل أوان البلدان الله. أمين. بخوف من الله وإيمان ومحبة تقدموا. آمين آمين آمين. الله الرب ظهر لنا مبارك التي باسم الرب. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك، قد نظرنا النور الحقيقي الروح السماوي ووجدنا الإيمان الحق، فنسجد للثالوث غير المنقسم لأنه خلصنا. اغسل يا رب خطايا وأثام عبيدك بدمك الكريم بشفاعة والدة الإله وجميع قديسيك. ارتفع اللهم إلى السماوات وليكن مجدك على جميع الأرض. ارتفع اللهم إلى السماوات وليكن مجدك على جميع الأرض. ارتفع اللهم إلى السماوات وليكن مجدك على جميع الأرض. تبارك الله إلهنا. تسبيحاتك يا رب لكي نسبح مجدك، لأنك أهلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة. احفظنا في قداستك لهجنا طول النهار ببرك. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. إذ قد تناولنا أسرار المسيح الإلهي المقدسة الطاهرة غير الميتة السماوية المحيا الرهيبة، فلنستقم ونشكر الرب حق الشكر. نشكر الرب دائما. عاطب وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد سؤالنا أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا بلا خطيئة، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب. إننا نشكرك أيها السيد المحب البشر المحسن النفوس لأنك أهلتنا في هذا اليوم أيضا لأسرارك السماوية غير المائكة، فاجعل طرقنا قويمة وثبتنا جميعا في خشيتك واحفظ حياتنا وأيد خطانا بصلوات وتضرعات المجيدة والدة الإله الدائمة البشرية مريم وجميع قديسيك، لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان ولدان التاهرين.
آمين. لنخرج بسلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم، باسم رب بارك يا الأب القديس. يا رب يا من يبارك الذين يباركونه ويقدس الذين يتكلون عليه، خلص شعبك وبارك ميراثك واحفظ ملء كنيستك وقدس الذين يحبون بهاء بيتك، أنت شرفهم عوض ذلك مجدا بقدرتك الإلهية، ولا تخذلنا نحن المتكلين عليك. هب السلام لعالمك، لكنائسك وللكهنة ولملوكنا ولجنودهم ولكل شعبك، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلا منحدرة من لدنك يا ذا الأنوار، وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها الله نفوس عبيدك مع أرواح الصديقين الراقبين وإلى الحياة المضبوطة التي عندك يا محب البشر. أرح يا رب نفوس عبيدك في راحتك حيث جميع قديسك مستريح، فإنك أنت وحدك المنزع عن الموت. أجل الآب والابن والروح القدس أنت إلهنا الذي انحدر إلى الجحيم حلا وجعل وفقنا فيه، فأنت يا مخلص أرح نفوس عبيدك السالف القادح الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين آمين. أيتها العذراء الطاهرة النقية وحدها، يا من ولدت الإله بغير زرع تشفعي إليه في خلاص نفوس عبيدك السالف رقاده. ارحمنا يا الله بحسب عظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. كي ليسن كي ليسن كي ليسن نطلب من أجل راحة نفوس عبيد الله جميع المسيحيين الحسني العباد الأرثوذكسيين الراقدين هنا وفي كل مكان مع عبيد الله في رأسنا عيسى جورج، ومن أجل غفران جميع ذنوبهم الطوية والكرهية. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. الرب الإله نفوسهم حيث الصديقون يستريحون ولينالوا الرحمة الإلهية والملكوت السماوي وغفران خطاياهم من المسيح الذي لا يموت ملكنا وإلهنا نسى. كي ليسن كي ليسن كي ليسن. يا رب ارحم. يا إله الأرواح والأجساد كلها، يا من وضع الموت ونقض قوة الشيطان ومنح الحياة لعالمك، أنت يا رب أرح نفوس عبيدك السالف وقاده من جميع المسيحيين الحسن العباد والقدسين مع عبدك فراس وأمتك سناء وسناء وعيسى وجميلة مع جميع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من الراقدين في مكان النير في موضع خضرة في مقر انتعاش، حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد، ما أنك الإله الصالح والمحب البشر، اغفر لهم كل خطية اقترفوها ما بالقول أو بالفعل أو بالفكر. فإن ليس الإنسان يحيى ولا يخطئ، بل أنت وحدك يا رب منزع من خطية، وبرك بر إلى الأبد وكلامك حق. إلى الرب نطلب. كي ليسون. إن القيام والحياة والراحة لعبيدك السالف لقادهم من جميع المسيحيين الحسني العباد والقدسين مع عبيد الله في راس سماء سماء جميله وعيسى ايها المسيح الاغنى، واليك نرفع المجد مع عبيدك الذي لا ابتداء له وروحك الكريم القدس الصالح والمهدي الان وكل اوان ولا دار الجاهلين امين.
ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار. من الآن وإلى الدار. ليكن اسم الرب مباركا. بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمة الإله كل حين لا كل أوان ولا دهر الداهرين. أمين. المجد لك أيها المسيح يا إلهنا ورجاءنا. المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. باسم الرب بارك أيها الأب القديس. أيها المسيح الآن الحقيقي يا من قمت من بين الأموات لأجل خلاصنا، أنت بشفاعة أمة القديسة البرية من كل عيب بقوة الصليب الكريم المحيي نعمة القبر المقدس القادم حياة، طلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديدة الأجساد، تضرعات النبي الكريم الصهب المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل كل مديحهم، والقديس المجيد الرسول كل مديح يعقوب الرب أول رؤساء الصافي أورشليم، والقديس أثناسوس الكبير، والقديس مقدسنا ومباركنا يحفظ يا رب لسنين عديدة يا سيد لسنين عديدة يا سيد لسنين عديدة يا صلوات بين القديسين أيها الرب يسوع المسيح الآن ارحمنا وخلصنا. آمين. القدوس فليحفظكم جميع أيام حياتكم كل سنة تسلمين.